مساء الفل، النهارده جايين نتكلم على التدريب للناس اللي عندها مرض السكر. قبل ما ندخل في الموضوع عايزين بس نعرف معلومه ان يا جماعه مش كل لما يجي لنا حد عنده سبيشال كونديشن، سواء ضغط سكر قلب، ولد صغير، حد كبير في السن، ناس عندها ازمه قلبيه، ناس عندها ازمه صدريه، المفروض ان كل دي بالنسبه لنا احنا كمدربين دي اسمها سبيشال كونديشنز. احنا المفروض نعرف نتعامل مع الناس دي ازاي لو كنا احنا الناس المنوطين اصلا ان احنا نتعامل معاهم، وما كانش المفروض يبقى في حد متخصص اكتر من البيرسونال ترينر هو اللي المفروض يتعامل مع الناس دي. انت عندك في الدراسه بتاعتك في كل الكتب عندك جزء خاص بالسبيشال بوبوليشن، ايا كانت شهادتك ايه، وبتقول لك ازاي تتعامل مع الناس اللي عندها الامراض دي. احنا بنستسهل في الموضوع دوت، وكل لما بيجي لنا حد عنده اي مشكله، اصابه او سبيشال كونديشن معينه او ايا كان هو بيشتكي من ايه، فما عندكش غير حل واحد بس، هو ايه؟ بص انا مرنه خفيف، انا هدي معاه خالص، انا هبتدي معاه قليل جدا، انا هقلل له التايم، هلعبه عدد ايام قليله، مش هخليه يشيل اوزان بس، وخلصت الاجابه على كده. طيب يعني هل كل الشابترز بتاعت الاسبيشال بوبوليشن فيها الثلاث اربع نقط دول؟ اول حاجه هنتكلم عنها شويه معلومات صغيره كده عن مرض السكر. مرض السكر هو مشكلته ان الشخص اللي عنده المرض دوت ما بيعرفش يتعامل مع كميات السكر اللي داخله جسمه او الكربوهيدرات بتاعته لما تتكسر وتدخل الجسم، والشخص دوت دايما بيعاني ان عنده ارتفاع في سكر الدم. في نوعين، تايب 1 وتايب 2. تايب 1 ده بنسميه انسولين ديبندنت، وده بيبقى بيجي للناس الاطفال الصغيره غالبا، و90% من الناس هم تايب 2، ده النون انسولين ديبندنت، وده بيبقى جاي للناس في سن كبير، وده مشكلته في ان الشخص ده جسمه بيفرز انسولين عادي خالص، بس الخلايا بتاعت جسمه ما بتعرفش تتعرف على الانسولين ده، فعنده دايما حاله اسمها هايبر انسولينيميا، ودي ارتفاع كميه الانسولين الموجوده داخل الدم. ايه مشكله ان حد يكون مريض سكر وكمان ما يتدربش؟ في الحقيقه ان مرض السكر هو حاجه خطيره جدا، لان الشخص دوت عنده عرضه للاصابه بالازمات القلبيه، وعنده عرضه للاصابه بجلطات المخ، وعنده عرضه للكيدني فيلير، فشل الكلوي، ممكن يحصل له حاجه اسمها جانجرين ودي الجرجرينا، ممكن يحصل له حاجه اسمها بريفرال نيوروباثي ودي مشكله او اختلال في الوظائف بتاعه الجهاز العصبي الطرفي، او ممكن يحصل له مرض اسمه روتينيوباثي ودوت ممكن يؤدي للعمى. طيب نتكلم على طول في التدريب. انا اخطر حاجه هو ان انا اخاف من ان هو يحصل له كونديشن اسمها هايبوجلايسيميا. هايبوجلايسيميا هو نقص سكر الدم وانخفاض سكر الدم لارقام قليله جدا. المشكله هنا ان المفروض لو انت فاهم يعني ايه سكر، ان الناس دي دايما بتعاني من ارتفاع سكر الدم، فانا ليه كنتش اخاف معلش من ان هو سكر الدم بتاعه يقل؟ ده بالعكس، لا، هو المفروض ان هو هيبتدي يتلقى علاج، وهيبتدي يمشي مع دكتور تغذيه يحط له نظام غذائي مناسب علشان يكون بيناسب كميه السكر اللي هو بياخدها مناسبه لكميه الانسولين اللي هو بياخدها او الدواء اللي هو بياخده ايا كان هو ايه. وده مش دورنا. خوفي دايما بقى ان هو التدريب بيبقى ليه افكت على الجسم، هو نفس الافكت بتاع الانسولين في الجسم بنسميه انسولين لايك افكت. المشكله هنا ان التمرين بيدخل كانه بالظبط كده، عشان نبسط الموضوع، كانك اديته كميه انسولين كمان زياده، لان دور التمرين زي ما احنا عارفين ان هو يحرق سكر اللي موجود جوه الدم، او بيحرق السكر اللي موجود جوه العضلات، ومن هنا ممكن تكون المشكله ان الشخص ده واخد انسولين من بره ومظبط كميه الاكل ودخل مجهود بدني زياده، بوظ المعادلات بتاعته خالص، فهيحصل له هبوط في سكر الدم زياده عن اللزوم. طيب على حسب الاي سي اس ام، تعرفنا الهايبوجلايسيميا هو ان مستويات سكر الدم تكون عند الشخص تحت 70 ملي جرام بير ديسي لتر، والمفروض ان الشخص المريض السكر، وده اللي هنعرفه من ضمن التوصيات او الجايد لاينز اللي احنا نديها له، ان هو دايما بيبقى بيتشيك على مستويات سكر الدم. فلو حد سكر الدم بتاعه اقل من 70 ملي جرام، ده معناه ان هو داخل على حاله هايبوجلايسيميا اللي ممكن تؤدي لاغماء او ان هو يفقد الوعي. طيب عايزين نعرف اعراض الهايبوجلايسيميا علشان خاطر المفروض انت تكون فاهمها بما ان انت الشخص اللي هتمرن، لان لو ابتديت تحس ان اللي قدامك ده هيتعرض لاغماء لازم تلحق الكلام دوت ان انت تديله مصدر سكر سريع. اعراض الهايبوجلايسيميا اول حاجه هي الدوخه، dizziness، headache، صداع، shaking، الجسم بتاعه بيبتدي يترعش، tachycardia ودي تسارع نبضات القلب، احساس طبعا بالجوع، ممكن يبقى فيه زغلله في العين blurred vision. وهو المفروض انت مش بس انت اللي تكون عارف الكلام ده، انت المفروض دورك انت توعيه ويكون فاهم الكلام دوت، ان كيس ان هو حصل له هايبوجلايسيميا او ابتدى يتعرض ليها حتى لو ما كانش في التدريب. طيب دلوقتي هنتكلم على الجايد لاينز بتاعتنا والنصايح والكونسيدريشنز اللي المفروض ناخدها في الاعتبار وانت بتمرن الناس مرضى السكر. تعالى كده معلش اسمع مني وشوف واسال نفسك سؤال، هل انا لو تعرضت قبل كده ان انا مرنت حد وعنده مرض سكر، اسال نفسك حتى من معلوماتك هل انت عارف الكلام ده ولا مش عارفه؟ ولو انت مش عارفه فراجع المعلومات بتاعتك، خصوصا لما يجي لك اي سبيشال كونديشن، لان المعلومات ممكن يكون فيها نقص وهتعرف قد ايه هي حاجات مهمه زي ما هنقول دلوقتي. رقم واحد ان هو لازم مريض السكر قبل التمرين، اثناء التمرين، بعد التمرين، وخاصه في الفتره الاولانيه لازم بيكون بيقيس سكر الدم بتاعه. يعني قبل ما يبتدي التمرين بيقيس سكر الدم،
اثناء التمرين بيقيس سكر الدم عشان يعرف هل ده التدريب بتاعك دوت بالشده اللي انت هتحطها اللي احنا لسه بنتكلم عليها، هل هي بتقلله سكر الدم زياده عن اللزوم ولا تاثير التدريب بتاعك على تدريبه دلوقتي هيكون عامل ازاي. وبعد التمرين علشان يعرف بعد التمرين هو محتاج ياخد كميات كربوهيدرات قد ايه، ومش انت اللي هتقوله على الكميه. طيب انا بالنسبه لي ايه اللي هيفرق معايا لما انا هخليه يقيس سكر الدم؟ عندك الامريكان كوليدج اوف سبورتس ميديسن الاي سي اس ام وعندك الاي اس اس اي بيقولوا لك ان الشخص لو سكر الدم بتاعه اقل من 100 ملي جرام بير ديسيليتر، وده الرقم اللي بيطلع على الشاشه الصغيره دي، والموضوع بيبقى سهل جدا ان هو بيعرف يقيسه، المفروض ان الدكتور بتاعه بيعلمه الكلام ده، ما ينفعش يتمرن. ما ينفعش يتمرن، مش هياخد بعضه يمشي. ما ينفعش يتمرن ان هو لازم يدخل كميه سكريات شويه قبل ما يبتدي التمرين، لان 100 ملي جرام بير ديسيليتر وهو هيدخل التمرين والتمرين هيحرق له سكر كمان زياده من جسمه، فممكن يدخل في الحاجه اللي احنا قلنا عليها واللي هي الهايبوجلايسيميا. نقطه رقم 2، بما ان اكتر حاجه بالنسبه لنا ان هو يتعرض لهايبوجلايسيميا اثناء التدريب، هو ان لازم يبقى معاه مصدر سكر سريع على طول في ايده او في جيبه. طيب مصادر السكر السريعه، في حاجه اسمها جلوكوز تابلتس اصلا تبقى موجوده في الصيدليه، ممكن يجيبها. في ممكن ياخد اي سورس من الكربوهيدرات يكون الجلايسيميك اندكس بتاعه بيقوله فوق 70 على حسب الامريكان دايابيتس اسوسيشن. اي حاجه المفروض تكون بتعلي سكر الدم بطريقه سريعه. لازم يكون واكل قبل التمرين بساعتين او واخد سناك قبل التمرين بساعتين. ما ينفعش، وده هيخليك ان من ضمن الحاجات اللي انت هتعملها ان انت لازم تساله كل مره بيجي يتمرن فيها، غير ان هو بيتشيك على سكر الدم قبل ما يبتدي التمرين عشان تعرف فعلا. حتى لو كان واكل ممكن يبقى واكل حاجه ما فيهاش كربوهيدرات، وبرده دي تعمل معاه نفس المشكله اللي احنا خايفين منها. فلازم تتشيك ان هو انت واكل او مش واكل قبل التمرين، ودي حاجه كريتيكال جدا بالنسبه لك. لازم ناخد بالنا من درجه الحراره اللي هو بيتمرن فيها. على حسب الاي اس اس اي بيقول لك ان هو ما يتخطاش درجه حراره المحيط اللي هو بيتمرن فيه فوق 26 درجه سيليزيوس، ودرجه الرطوبه بتاعت المكان ما تعديش 70%. معلش بس يعني هو ده المفروض الصح. من ضمن الاعتبارات كمان هو ان المفروض ان هو يبعد وقت التمرين بتاعه. اختيارك لميعاد التدريب، هل ينفع يتمرن في اي وقت شخص مريض السكر؟ لا، هو لازم اول حاجه في اختيارك لميعاد التدريب، وده انت هتعلمه له برده، ان هو الدواء اللي هو بياخده بيبقى ليه حاجه اسمها بيك تايم. يعني المفروض ان الدواء ده بيكون في مستوياته العاليه جوه الدم اللي هو المفروض هينقص له سكر الدم بتاعه في وقت ما، بعد مثلا الدواء، بعد اخذ الدواء ده بساعتين بثلاثه باربعه على حسب، ودي بتبقى موجوده في الدواء اللي هو بياخده، موجود ان الدواء ده اللايف تايم بتاعه قد ايه وبيحصل له بيكنج في وقت قد ايه. فانت المفروض هتبعد التمرين عن الوقت بتاع البيك تايم بتاع الدواء ذات نفسه اللي هو بياخده. ليه؟ علشان ما يتعرضش برده للهايبوجلايسيميا، لان الدواء هيكون ابتدى يشتغل جوه الجسم من ناحيه، والتمرين اللي انت هتمرنه هيعمل نفس الكلام من ناحيه تانية. فسكر الدم حتى لو كان عالي طلع فوق ال 100 زي ما قلنا برده ممكن ينزل مره واحده. تاني حاجه في اختيار ميعاد التدريب، يفضل ان هو ما يتمرنش قرب مواعيد النوم. ليه؟ علشان ممكن تحصل له حاجه اسمها نوكترنال هايبوجلايسيميا، وهو ان هو يحصل له الهايبوجلايسيميا اثناء النوم، ودي بتبقى حاله خطره جدا ممكن لا قدر الله ما يصحاش منها اصلا، لان المفروض هو اتمرن وحرق السكر اللي في الجسم وبعديها هيدخل ينام، غالبا مش هيبقى واكل كتير، او لو واكل ممكن برضو سكر الدم يوطى وانت ما تعرفش، ومش هيبان عليه اي اعراض لان هو هيكون نايم وانت مش هتكون معاه فخلاص. لما نيجي نتكلم على ريزيستنس تريننج، المفروض ان انت هتختار له عضلات معينه هتمرنها له في اليوم الفلاني اللي هو جاي يتمرن فيه. الاي اس اس اي والاي سي اس ام بيقولوا لك ما تمرنش العضلات اللي هو واخد فيها انسولين في العضلات، ما يتمرنش على العضله دي بحيث ان هو يبقى عارف النهارده مثلا عنده تمرين تشيست كيت باي وتراي وات ايفر، المهم ان هو ما يبقاش واخد الحقنه بتاعه الانسولين مكان العضله اللي هو هيتمرن، بما ان الدم هيروح هيسرع من امتصاص الانسولين ده فيدخل الجسم بسرعه فهيعلي الانسولين وهكذا، وبرده ندخل في قصه الهايبوجلايسيميا. طيب النصيحه اللي قبل الاخيره، ما تحطلوش نظام غذائي عشان انت مدرب. النصيحه اللي قبل الاخيره، ما ينفعش تحط له نظام غذائي علشان هو المفروض اللي بيحط له النظام الغذائي حد اسمه ريجسترد دايتيشن، يعني ده شخص بيبقى واخد لايسنس معينه كده المفروض ان هو يقدر يتعامل، لان لا قدر الله لو حصل له اي مشكله المفروض ان الشخص دوت هو اللي يبقى مسؤول عن الحساب، ما يبقاش انت، لان لو حصل له اي حاجه واحنا الحاجه ديت انت مش بتتكلم في ان هو هيتعب شويه، انت بتتكلم في حاله مهدده ان هو ممكن يموت. طيب اخر نصيحه بقى وهي اهم نصيحه فيهم، ان انت برضه ما تحطلوش نظام غذائي ارجوك بعد اذنك، حضرتك مدرب وما ينفعش تحط للشخص ده نظام غذائي، مع احترام الكم المعلومات اللي عندك في التغذيه احنا مش متخصصين. لو انا بتكلم على حد
شغلانته او شهادته او اللايسنس بتاعته ممارسته لمهنته ان هو شخص مدرب، فمش انت المفروض تحط له النظام الغذائي. وصدقني انت مش دارس الموضوع بالعمق انت متخيله، الموضوع برضو فيه تفاصيل اكيد احنا ما نعرفهاش. نتكلم على الاعتبارات التدريبيه للاشخاص اللي عندهم مرض سكر. اول حاجه عايزين نعرفها هي الفريكوانسي، عدد الايام، وعلى عكس اللي كنا احنا المفروض متخيلينه ان المفروض عدد الايام هيكون قليل، عدد الايام هيكون اعلى من الشخص العادي مع ان انا بنزل بقى في الشده. عدد الايام المفروض يكون من 5 ل7 ايام في الاسبوع على حسب ال NASM وعلى حسب ال ISSA وعلى حسب الامريكان كوليدج اوف سبورتس ميديسن، كلهم اجمعوا على ان عدد الايام المفروض يكون اعلى، لان دوت اللي هيحقق له نتيجه ان هو يوميا يكون محافظ على مستويات سكر الدم بتاعته تكون في معدلات مظبوطه. عدد الايام هنا مقصود بالايام بتاعه الكارديو مش الريزيستنس تريننج. اما بالنسبه للريزيستنس تريننج فهو بيتمرن من 2 ل3 ايام ريزيستنس تريننج. ينصح من الامريكان كوليدج اوف سبورتس ميديسن ان هو يكون بيتمرن من 1 ل3 مجاميع للتمرين الواحده، من 10 ل15 عده في التمرين الواحده او في المجموعه الواحده، وان هو يتمرن لو ينفع بنظام السيركت تريننج، لان دوت اللي هيزود نشاط الدورة الدموية عنده طبعا، وبرضه هقلل الشدة خالص من شدة خفيفة لشدة متوسطة واللي هي الاوزان اللي هو بيستخدمها. طيب الشدة بتاعت الكارديو بقى هتكون قد ايه؟ المفروض على حسب الاي اس اس اي بنتكلم في 55% لحد 85% من الماكسيمم هارت ريت بتاع الشخص ده. بالنسبة للامريكان كوليدج اوف سبورتس ميديسن من 40% لحد 60% بس من حاجة اسمها HRR او هارت ريت ريزيرف باستخدام معادلات كارفونين ايكويجن، وده هتكلم عنه في فيديو تفصيلي جدا لو انت عايز تفهم ازاي تظبط الحسابات دي وتعرف تشتغل بيها ان شاء الله في شغل. ينصح ان الناس مرضى السكر لما يجوا يتمرنوا يبقى عندهم تارجت ان هم في الاسبوع الواحد يحرقوا اكتر من 2000 سعر حراري من الانشطه اليوميه والمجهود البدني اللي هم بيعملوه في الجيم، علشان خاطر دوت يحفز معاهم الويت لوس، ودوت هيفيدهم في ان هم مع الوقت يحسنوا من الانسولين سنسيتيفيتي بتاعه الخليه وحساسيه الخلايا للانسولين، ودوت هيقلل من مخاطر المرض او هيظبط الموضوع شويه من جانب مع الادويه والنظام الغذائي اللي هو ماشي عليه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وعايزين تشجيع نشوف لو الكلام دوت مفيد نبتدي نتكلم على سبيشال كونديشنز ثانيه والاعتبارات التدريبيه بالنسبه لهم المفروض تكون عامله ازاي على حسب المراجع المختلفه اللي احنا بنتكلم منها. شكرا، اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني.